أهلا بكم مشاهدينا الكرام في ليلة جديدة، ليلة طيبة، ليلة عطرة من ليالي شهر رمضان الكريم. كل عام وحضراتكم بألف خير. هذه الليلة تأتيكم من قبل ملتقى الفكر الإسلامي الذي يتم تنظيمه من قبل وزارة الأوقاف وبرعاية من قبل وزارة الأوقاف وبرعاية أيضا كريمة من قبل الهيئة الوطنية للإعلام. للحديث في هذه الليلة عن عنوان في غاية الأهمية، ألا وهو الرفق. فالإسلام دين الرفق والرحمة. عن الرفق سيكون الحديث من خلال ضيوفنا الكرام. في البداية أرحب بفضيلة الشيخ عبد الخالق صلاح عبد الحفيظ من علماء وزارة الأوقاف. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. أتشرف بوجودك. وأرحب أيضا بضيفي الكريم فضيلة الشيخ إسلام النواوي عضو إدارة الفتوى وبحوث الدعوة. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. الإسلام دين الرفق والرحمة، القدرة على التحكم في رغبات وأهواء النفس وإجبارها على التجمل والتحمل والصبر والبعد عن التعجل والعنف، والقدرة على العفو وقضم الغيظ والغضب. هنا الرفق. عن هذا المفهوم نقترب منه أكثر، وعن الأحاديث والآيات التي تحدثت أيضا عن الرفق سيكون الحديث والبداية. أجدد التحية مرة أخرى من خلال ضيفي الكريم فضيلة الشيخ عبد الخالق صلاح عبد الحفيظ من علماء وزارة الأوقاف، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ليلة جديدة من ليالي ملتقى الفكر الإسلامي، نستعرض صفة وقيمة من القيم الإسلامية الرفيعة، ألا وهي قيمة الرفق واللين. والإنسان دائما يقاس أو تقاس حياته بمعايشته ورفقه ولينه. والرفق دائما هو صفة من الصفات الحية التي يتصف بها المسلم. وتعريف الرفق هو اللطف في التعامل ولين القلب والأخذ من الأمور أسهلها وأيسرها، والأخذ بالأمور إلى أيسرها طريقا وأحسنها وجها. الرفق من صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تحدث القرآن عن الرفق كثيرا، وتحدث بألفاظ أخرى، فقال سبحانه وتعالى في صفة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وهذه الآية نداء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يكون لينا هينا مع الناس ومع جميع الأكوان من حوله، الإنسان والحيوان والنبات والجماد. رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم تحدث عنه ربنا سبحانه وتعالى في سورة آل عمران بقوله سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. الليونة وجه من وجوه الرفق، والرحمة وجه من وجوه الرفق. وهذه الآية قد جمعت بين الأشياء الثلاثة، وإن كان كل هذه الألفاظ مجتمعة تؤدي إلى معنى واحد وهو الشفقة واللين والرفق، وأن يكون الإنسان هينا في تعامله في كلامه، لا يسب لا يشتم. قال الله سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
إذا نظرنا إلى هذه الآية وجدنا أنها تتعلق بالأفراد، بالمجتمعات، بالدول. وإذا أردنا أن نحلل ألفاظها وجدنا أن الباء هنا للسببية، فبسبب رحمة من الله سبحانه وتعالى جعلك يا محمد لينا، هينا، شفيقا، رؤوفا، رحيما صلى الله عليه وآله وسلم. فبسبب رحمة من الله هي التي جعلتك يتسع صدرك للناس جميعا وينشرح صدرك للناس جميعا بأن تأخذ من كلامهم وينشرح صدرك لسماعهم من جهة الخلق، وأنت متعلق دائما وقلبك متعلق دائما بالرب سبحانه وتعالى. قال العلماء، علماء الاجتماع، أن هذه الآية تعتبر من كوامل ومن جوامع العلاقات الاجتماعية بين الناس. إذا أردت أن تكون بين الناس مرفوع الرأس وأن تكون بين الناس يعني في أعلى عليين، لابد أن تتجاوز عن سيئاتهم وأن تكون هينا لينا معهم. فبما رحمة من الله لنت لهم. المقابل، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. المقابل، لو كنت فظا غليظ القلب، لو كنت متحجر لا تستوعب كلام الناس ولا تستوعب أفعالهم، غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم، النتيجة بقى، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أمر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بأن يستغفر للناس حتى مع غلظتهم وفظاظتهم، لأن العربي القديم دائما كان يتصف بالغلظة وبالفظاظة من الحياة البدوية التي يعيشها. فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم أرسل إلى هذه البيئة الصحراوية، وأنهم يعني كما يصف بعضهم هذه الحياة بأنهم كانوا أسودا ليوثا، كانوا يقيمون الحروب لأتفه الأسباب وكانوا يشتمون لأتفه الأسباب، لكن ربنا سبحانه وتعالى أرسل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الرحمة لكي يتسع قلبه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم لكل هؤلاء الناس. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. دائما وأبدا الإيذاء يكون في مقابله إيذاء. ربنا سبحانه وتعالى حينما وصف من يقولون عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويؤذونه، فيقول سبحانه وتعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. هذا اعتداء على الذات الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم، اعتداء على مقامه الرفيع صلى الله عليه وآله وسلم، بأنه يسمع للناس ثم بعد ذلك يطبق ويحكم على الناس ما يسمعه من الآخرين. المفروض أساسا الإنسان لما يجي يسمع حاجة لابد أن يتثبت. شوف ربنا سبحانه وتعالى لما وصفهم قال إيه: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. هو يسمع للناس ثم بعد ذلك يطلق الأحكام؟ لا، سيدنا النبي ليس كذلك صلى الله عليه وآله وسلم. قل أذن خير لكم، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. هكذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو يسمع للناس ولكن يسمع الخير، ثم بعد ذلك يطلق الأحكام المقابلة لهذه الغلظة وهذه الفظاظة. يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. ورحمة، هو رحمة صلى الله عليه وآله وسلم للناس، فهو لين الجانب، هين صلى الله عليه وآله وسلم.
ويقول سبحانه وتعالى معددا صفاته صلى الله عليه وآله وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال سبحانه وتعالى في شأن سيدنا عيسى عليه السلام: قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. يبقى سيدنا عيسى عليه السلام أرسل بالرفق واللين، وهذا كان من خلق سيدنا المسيح عليه السلام. ولا أدل على ذلك من أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أرسله الله عز وجل شفقة ورحمة ولينا ورحمة للناس جميعا. قال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة للعالمين يعني إيه؟ للأكوان جميعا، للعالمين الإنس والجن، للإنسان والحيوان والنبات. وإذا أردنا أن نعدد رفقه ولينه صلى الله عليه وآله وسلم سيتسع بنا المجال حلقات وحلقات. سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشد سيدتنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها حينما قال لها: يا عائشة، إن الرفق لا يوجد في شيء إلا زانه، ولا ينتزع من شيء إلا شانه. هذا القول من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليعلمنا الرفق واللين، لأن الرفق خير كله، وأن الجفوة والقسوة والشدة شر كلها، وأن الرفق دائما يتسع لكي يكون في المجالات جميعا. الرفق بالإنسان، الرفق بذوي الاحتياجات الخاصة، الرفق بالكبير، الرفق بالحيوان، الرفق بالطيور، الرفق. ونجد يعني معلومات أو علم كبير جدا في الرفق في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربنا يصفه ويقول: محمد رسول الله، والذين آمنوا أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، إلى آخر الآية من سورة الفتح. وإذا نظرنا إلى القرآن الكريم نجد أن أول آية أو أول سورة تسمى السبع المثاني، أولها إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا في المذهب الشافعي أن الصلاة لابد أن تقرأ السبع المثاني فيها، وقالوا بسم الله الرحمن الرحيم آية منها، أي من سورة الفاتحة. يعني ما ينفعش أن أنت تقول الحمد لله من غير ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم. سميت سبع مثاني لماذا؟ لأنها سمت أي كررت الرحمن الرحيم مرتين في سبع آيات، يعني مرتين تعتبر إيه؟ تعتبر أكثر من 20%. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا الرحمن هو المنعم بجلائل النعم، والرحيم هو المنعم بدقائقها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وكذلك جميع الآيات. لماذا لم يقل بسم الله المنتقم الجبار، بسم الله الرحمن المنتقم مثلا؟ لكي تدخل إلى القرآن الكريم برفق وتهيئة وجمال وراحة وسكينة وطمأنينة، يعلمنا الله سبحانه وتعالى أن تدخل إلى كتاب الله سبحانه وتعالى بجمال في جمال، بطمأنينة في طمأنينة، بسكينة في سكينة. وأول
حديث نتلقاه من مشايخنا رضي الله تبارك وتعالى عنهم، حديث الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، يرحمكم بالضم ويرحمكم بالسكون، بسكون الميم وضمها، أي أن من رحم يرحم. طب إذا لم ترحم تدعو الله سبحانه وتعالى أن يقذف في قلبك هذه الرحمة. سيدنا عمران بن الحسين أو الأقرع بن حابس في رواية، لما شاف سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبل الحسن والحسين، لكي نعرف أن الرفق لابد أن نمارسه مع أبنائنا، مع جيراننا، مع مجتمعنا، مع مصرنا، مع الإنسانية جميعا، لما رأى سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبل الحسن والحسين ماذا قال له؟ قال له: إن لي 10 من الولد لم أقبل منهم أحدا قط. قال: وماذا أفعل بك وقد نزع الله عز وجل الرحمة من قلبك؟ من لا يرحم لا يرحم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وهكذا دائما وأبدا. الرفق والرحمة واللين والشفقة هي شعار الإسلام، هي شعار المسلم. لو وجد في رجل الشدة فهذا ليس من الإسلام، ويعرف دائما النبي ويعرف دائما المسلم بشفقته وحلمه ورأفته ولينه. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم هينا لينا بساما ضحاكا صلى الله عليه وآله وسلم. لما نأتي إلى نتجاوز الإنس ونذهب إلى الحيوان، نجد أن امرأة بغي دخلت الجنة في كلب سقته. امرأة بغية دخلت الجنة برفقها لأنها رفقت بالحيوان. ودايما كنا بندرس وإحنا في الابتدائي حديث: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي تركتها ولا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. وكنا نقرأ دائما أن هناك رجل يعني في الصحراء، إذ هو في الصحراء فاشتد عليه العطش فوجد بئرا فشرب فحمد الله سبحانه وتعالى، ثم ذهب فوجد كلبا يلهس الثرى من شدة العطش، فأنزل بخفه في هذا البئر فسقى الله فغفر له، فشكر الله فغفر له سبحانه وتعالى. وهكذا دائما وأبدا. لما نأتي إلى النبات، شفقته صلى الله عليه وآله وسلم في جذع النخلة، حينما كان يصلي ويخطب على المنبر، ثم بعد ذلك كان يسند صلى الله عليه وآله وسلم على جذع النخلة، ويضع يده الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الجذع. ثم الصحابة أشاروا عليه أن يبنوا له منبرا، يعني شيء عالي كده، ثم نحوا الجذع بجانب المسجد. فلما صعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم المنبر الذي صنعه له الصحابة، بكى الجذع، وسمع الصحابة، وهذا الحديث يعتبر من الأحاديث المتواترة، سمعه الصحابة. فنزل من على المنبر كما نزل قبل ذلك لما وجد الحسن سيدنا الحسن والحسين يتعثران في ثوبهما، ثم نزل من على المنبر وأخذ جعل سيدنا الإمام الحسن على يمينه، ثم جعل الإمام سيدنا الإمام الحسين على يساره، وقال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فلما وجد الجذع يئن ويبكي من فراق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نزل من على المنبر واحتضنه صلى الله عليه وآله وسلم، فسكن الجذع، ثم بعد ذلك أسر إليه بقول. من كل هذه الأشياء ومن كل هذه النصوص نعلم أن الرفق واللين ما كان في شيء إلا زانه، ومن تزع من شيء إلا شانه. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الرفقاء، ويجعلنا وأن يجعلنا هينين لينين
إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مشكور فضيلة الشيخ عبد الخالق صلاح عبد الحفيظ من علماء وزارة الأوقاف. شكرا. عندما نتحدث عن القدرة عن العفو وقزم الغيظ والغضب، فدي حالة من الحالات اللي نحن بحاجة إليها بشكل كبير جدا. ولما نترجم ما يحدث في حياتنا اليومية وفي الشارع بتاعنا من معاملات، فنحن بحاجة إليها. لكن إزاي نصل لهذه المرحلة من الرفق، من التسامح في معاملتنا مع بعض، مع الأقارب، مع الأصدقاء، في العمل، مع الجيران، في حياتنا، في وسيلة مواصلاتنا، في تعاملاتنا مع بعضنا البعض. نحن بحاجة دائما إلى الرفق، إلى التسامح، إلى الحق، إلى الخير، إلى الجمال، إلى قيم فلسفية مهمة جدا. إزاي نترجم كلامنا وأمور حياتنا ونصل إلى أعلى درجات الرفق والتسامح؟ ده هنعرفه من خلال ضيفي الكريم. أجدد التحية مرة أخرى بفضيلة الشيخ إسلام النواوي، عضو إدارة الفتوى وبحوث الدعوة، فليتفضل. مشكورا. شكرا حضرتك. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب صلي على الحبيب المصطفى وارزقنا سعيا بين المروة والصفا. بداية وجه الشكر لوزارة الأوقاف والهيئة الوطنية للإعلام على هذا التعاون المثمر الذي أنتج عملا قيما، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به وأن يكون في ميزان القائمين عليه. ثانيا، عندما نتحدث عن الرفق بطبيعة هذه الأيام الطيبة المباركة التي نعيشها وهو شهر رمضان، لكن هذا لا يعني أن الشدة ليس لها دور. نحن نتكلم عن الرفق في مقابل الشدة، لكن أحيانا الشدة يكون لها دور، ويكون من الرفق اللجوء إلى الشدة التي لا تهلك. يعني بعض الناس عندما نتحدث عن الرفق، يعني خلونا مثلا نتكلم على نطاق الأولاد، فيقول لك أنا ولادي لما بدلعهم مش كل الدلع مطلوب، وليس الرفق مقابل الدلع، الرفق قد تكون الشدة من الرفق. وسيدنا صلى الله عليه وسلم قال اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم. يعني خلي من رفقك باللي حواليك ان حتى عقابك يكون رفيق. بس هي الامر، يعني بعض الناس لما نتحدث عن القيم السامية يقولك بس مش كل الناس ينفع نتعامل بها كده. لا، القيم السامية قد تستطيع أن تخضعها أيضا على القيم التقويمية. يعني ما تعاقبش عقاب مهلك. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى له صفات جمال وله صفات جلال. ربنا سبحانه وتعالى له صفات جلال وصفات جمال. العفو دي صفة جمال، إنما القهار صفة جلال. فجعل الله تبارك وتعالى صفات جلاله زيادة في صفات جماله. يعني صفات الجلال تزود في صفات الجلال، وصفات الجمال تزيد في صفات الجلال. لو الموضوع ماشي كله كده جلال بس، يبقى الناس هتخاف وتبعد. ولو الموضوع ماشي جمال بس، يبقى الناس هتطمع في رحمة ربنا قوي وتبعد. وذلك من أعظم ما قيل في رفق الله تبارك وتعالى ما جاء في القرآن، نبئ عبادي. ربنا سبحانه وتعالى دائما عندما يتحدث عن الشدة والرحمة يبتدئ بالرحمة، لكن لابد وأن يرضف آيات النعيم بآيات العذاب، وآيات الرحمة وآيات السماحة يعني والتسامح بآيات العقاب، حتى يحدث توازن. فربنا سبحانه وتعالى يقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. الآية لو انتهت على كده، الناس هتطمع جدا في رحمة ربنا سبحانه وتعالى، فقد تعصى وتبتعد وخلاص، ربنا غفور رحيم. زي ما بنسمع كتير قوي يقول لك ده ربنا غفور رحيم، ولكن ربنا سبحانه وتعالى قال بعدها وأن عذابي هو العذاب الأليم. يعني اعملوا حسابكم وخلوكم وسط. فعندما نتحدث عن الرفق في كل شيء، الرفق في العقاب والرفق في الثواب، الرفق في التعامل، الرفق حتى في عدم التعامل. يعني من أساليب مثلا العقاب إني أبين للي قدامي شوية من غضبي، يبقى غضبي في رفق. وتعالوا بقى نشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الرفق، يتحدث عن زينة الأشياء. الرفق ده زينة،
الرفق ده شعور راقي في القلب بيديك نبض في قلبك. الرفق ده معناه ان قلبك حي، قلبك مش محتاج انه يتحط على جهاز اكسجين لانه بينبض. فيقول صلى الله عليه وسلم: ما اقترن الرفق بشيء الا زانه. يعني الرفق مش بس خلق، الرفق زينة الخلق. لانك لما بتكون رفيق في عقابك، لما بتكون رفيق في ثوابك، لما بتكون رفيق في رضاك، لما بتكون رفيق في غضبك، ده كله زينة لأخلاقك. وفي مرة من المرات اليهود دخلوا على رسول الله وقالوا: يا رسول الله، وقالوا: السلام عليك يا محمد. السلام عليك يعني الهلاك والموت. فالسيدة عائشة عرفتها في نفسها، لان انتوا عارفين السلام عليكم مع السلام كده ممكن تتفهم السلام عليكم. فالسيدة عائشة قالت: عرفتها. فقلت لهم: السلام عليكم والهلكة اهو انتوا. فسيدنا صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشة: تمهلي يا عائش، إن الله رفيق يحب الرفق، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على الغضب، أو ما لا يعطي على سواه. الرفق حتى في غضبك تكون رفيق. بما أننا في رمضان ومبقين، يعني مش عارف، يعني هو دي ظاهرة صعبة شوية إن يحصل مشاكل في البيوت في رمضان. دي ظاهره، دي حاجه مدهشه شويه. بقول لك هنكون صايمين بقى لا انا بتكلم كلام واقعي ولا لا؟ يعني بيحصل علميا مشاكل. علميا الاطباء بيقولوا ان ده راجع الى ساعات الصيام الطويله، وراجع لضخ الدم، فبالتالي بيبقى الانسان يعني. انا اقول لك بقى عمليا ده راجع لزياده النفقات. يعني خليك انت في الصيام بيدي الانسان شيء من الحلم، مش زي ما الناس بتقول انه الصيام بيخلي خلقه ضيق. لا بالعكس، المفروض ان الصيام بيشعرك بحاجاتك وبضعفك. صحيح. وبقصور قوتك. لو انت يعني مشيها كده فلسفيا، فالمفروض ان انت تظهر ضعفك بقى. خلاص انا ضعيف، شويه اكل بيمتنعوا عني بيخلوني ضعيف. لكن خلونا نتكلم عمليا بقى. الناس بتخانق مع بعض في البيوت علشان النفقات، يعني الفلوس زياده، ما جبناش مكسرات، ما جبناش مش عارف ايه، ما جبناش، وعايزين. فيبتدي يحصل مشاكل، عايزين نعزم فلان وعايزين نجيب فلان. وطبعا احنا في ايام، اسال الله تبارك وتعالى ان يكشف عنا الوباء، فبلاش نظهر ودنا بالعزايم قوي، لان يعني ان الانسان يحافظ على صحته اهم. صحيح. لا تلقوا بايديكم الى التهلكه. لكن ما علينا، حدوث مشكلات في البيوت ده امر طبيعي، امر منطقي، امر يحصل. المهم ان المشكلات دي يكون فيها رفق. طب نحط الرفق فيها ازاي يا مولانا؟ يعني نحشيها رفق ازاي؟ ده بقى الفن، ده الاسلام، ده الدين. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى في بيته صلى الله عليه وسلم حصل مشكلات. في يوم من الايام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا ابو بكر كان بيحب يزوره جدا. طبعا هو الصديق الصدوق لسيدنا النبي، وهو صهر سيدنا النبي، لان السيده عائشه متجوزه رسول الله، في حاجه كده عظيمه يعني. ففي يوم من الايام سيدنا ابي بكر ذهب الى زياره رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل حضرتك بقى ايه، بتقعد كل شويه كده مده عشان تزور سيدنا النبي في عمره ولا حاجه، تقول يا رب. فسيدنا ابو بكر كان ممكن يخرج من بيته يشوف سيدنا النبي، حاجه عظيمه يعني. ففي يوم من الايام ذهب لزياره رسول الله فسمع صوت، حاجه مدهشه انت ممكن ما تتوقعهاش يعني، وانت بتسمعني دلوقتي ممكن ما تتوقعش ان ده حصل في بيت النبوه. سمع صوت السيدة عائشة يعلو على رسول الله. أمر مدهش. السيدة عائشة بتتكلم مع سيدنا النبي في صوت عالي، يعني واضح من سياق الكلام إنه كان نوع من أنواع الخلاف. فسيدنا أبو بكر لم ينتظر، فدخل مسرعا على ابنته وما قالهاش اسمعي يا بنت أبو بكر، ما حبش ينسبها لي، يعني ده مقام أنا مش عايزك تبقي بنتي فيه. يا ابنة أم رومان، يعني اسمعي يا بنت أم رومان، إن غضب الله لغضبه، إنه رسول الله، إن غضب لغضبه أهلكك وأباك. خدي بالك أنت بتعملي حاجة صعبة جدا. وهم سيدنا أبو بكر أن يضرب ابنته. هي مرات مين؟ مرات سيدنا النبي. لكن سيدنا أبو بكر بيغار على رسول الله من نفسه. فهم أبو بكر أن يضرب السيدة عائشة. طبيعي يعني أب بيعاقب بنته. وزوج محترم دخل أبو زوجته عليه، ما لقاش يعني. فسيدة عائشة عملت إيه؟ فاحتمت بظهر رسول الله لما ابوها جه قرب يضربها، فما جت لم تجد سترا ولم تجد حمايه الا رسول الله، فاحتمت بظهر رسول الله. سيدنا النبي من رفقه علم ان كده حقه جاله، ان زوجته علمت انه سندها وانه حمايتها وانه امنها حتى من ابيها. ده جمال، دي قيمه عظيمه. مجرد ما احتمت بظهر رسول الله انا حقي جالي. لو حد طبعا غير سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا اهي قدامك اهي اتفضل،
شوف تكمل. فسيدنا أبو بكر من شدة أدبه مع رسول الله ما قدرش يتكلم، فقال له رسول الله دعها يا أبو بكر. فخلاص دعها يا أبو بكر، ده فرمان، ده مش أمر، ده فرمان. فسيدنا أبو بكر ما تحركش، لكن وجد أنه مش قادر، يعني مش قادر يسيطر على انفعالاته طول ما هو موجود، فمش. أحيانا الأب لما بيعاقب ابنه عقاب بيحس أن العقاب نقصه شوية، يعني ولسه شوية كنت محتاج أزود عليه العقاب شوية. فسيدنا أبو بكر راح من الدورة تاني وقال لا أنا حسس أن أنا ما جيتش لسيدنا النبي حق. فعاد أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسمع رسول الله يسترضي السيدة عائشة ويقول لها أما أنا لك أن ترضي؟ مش هترضي بقى يا سيدة عائشة؟ فتقول لا. فيقول لها أما يرضيك أني حلت بينك وبين الرجل؟ مش كفاية لك لي عندك أني حميتك من أبوك؟ فتقول رضيت. فيقول أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما، يعني فرحوني زي ما انا كنت زعلان ان انتم متخانقين. دي مشكله ولا مش مشكله؟ مشكله، يعني دي تتحسب عندنا مشكله ولا مش مشكله؟ مشكله عظيمه، دي مصيبه ان امراه في عالم العرب في مجتمع العرب يعلو صوتها على صوت زوجها، والاعظم منها انه رسول الله، والاعظم والاعظم ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاء ابو زوجته ليعاقبها وهو رفض. ليه؟ لان في رفق، ما اخترنا رفق وشيء. طبعا عارف ان ممكن يكون الكلام اللي بقوله عند كتير من الناس خيالي، لكن ده المقام الاسمى للرسول اللي احنا ماشيين عليه. مش بقول ان المشكله تنتهي في وقتها، بس على الاقل ما تكبرش، بلاش الناس تسمع باصواتنا، بلاش نعمل ازمات، بلاش نفتعل ازمات، حتى لو هنعاقب يبقى في رفق في العقاب. طيب ادي نوع من انواع الرفق المطلوب في بيوتنا، لان الظواهر السلبيه اللي بقينا نسمع عنها في بيوتنا مؤشر خطر، لابد ان احنا نبتدي نبصر نفسنا بيه. وعايز اقول كلمه مهمه جدا، اللي يعمله الاب في الاب والام في البيت اهم بكتير واخطر بكتير من اللي يعمله الشيخ والمدرس واي حد. صحيح. ليه؟ لان الاب والام هم الشاسيه، هم التابوه، هم اللي بيقلدوا. كل واحد فينا عنده ابوه احسن واحد لو هو اوحش واحد، كل واحد فينا عنده أبوه أحسن واحد. لما سيدنا حنظلة أسلم، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تسبوا أباه، هو ابن أبو جهل، قال لهم اوعوا تسبوا أبوه قدامه لما جو يسلم. ليه؟ هو أبوه، حتى إن كان كافرا، حتى إن كان شديد الكفر، لكن أبوه. فاللي يعمله الأب والأم في البيت نمط تربوي عظيم. ولذلك بنقول في الأسرة لو سمحتوا، لو الزوجين مع بعض أو منفصلين مع بعض، كونوا رفقاء مع بعضكم حتى في مشاكلكم. يعني من جملة الأمور السلبية اللي منزوعة فيها الرفق أن يختلف الزوجان فينفصلا، كأننا خلاص أعلنا العدوان الثلاثي. غلط. أي نعم، في خطأ هنا، في خطأ هنا، في قلب محروق هنا، في قلب محروق هناك، في أولاد. يبقى في رفق في التعامل، حتى رفق في التقاضي، حتى رفق في الخلاف. دي أمور كلها نحتاج إن احنا نستدعيها من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن وجودنا في النطاق الزمني لشهر رمضان، شهر الرفق وشهر الرحمة. طب لو تسمح لي يا فندم، حضرتك أشرت لحاجة مهمة جدا، تحدثت عن علاقتنا في الأسرة. نعم. وأشرت إلى الزوج والزوجة، وأشرت إلى دور الوالد والوالدة. نعم. لكن حينما نتحدث عن الشارع، فأنا هنا بتكلم عن أمور حياتنا اللي ممكن احنا طريقتنا في مواصلاتنا، تعاملاتنا مع بعض، مع الجيران. وهنا لازم ألقي الضوء بشكل كبير جدا وبشكل مباشر جدا على علاقتنا مع بعض في الشارع، في وسيلة مواصلاتنا، في حياتنا، والحياة سريعة. فعاوز أتكلم في المسألة دي، وخصوصا احنا بحاجة إلى نظام، وبحاجة إلى هدوء، وبحاجة إلى تسامح، وبحاجة إلى رفق، وممكن نقول كده الحاجات كتير جدا. نعم، احنا في حاجة لكل حاجة حلوة. يعني احنا مش في حاجة للرفق بس. لكن نقطة مهمة حضرتك أشرت ليها، الرفق في الشارع. أحيانا نربي في بيوتنا جيدا لمجتمع صعب، فتبقى التربية بتاعتنا أولادنا مش قادرين يندمجوا في المجتمع. برافو. فبالتالي لابد إن احنا وإحنا بنربي نفسنا بنربي اللي حوالينا، وبنربي أولادنا، وبنربي نفسنا معاهم. من الرفق اللي أنا هقوله لك بقى اللي حضرتك تقصده وعايزه، الرفق في الشارع. نقول موقف فضل يديك نموذج
ان احنا ممكن نقضي على ظاهرة اطفال الشوارع او المشردين. طبعا مصطلح اطفال الشوارع من المصطلحات اللي بقت مطاطة جدا ما بنحبش نستخدمه كتير، لكن اسف ان اقول ان ظاهرة اطفال الشوارع امتدت حتى في البيوت. يعني ابتدينا نسمع اولاد لاسر مكتملة اب وام عايشين مع بعض بيعملوا حاجات وبيقولوا الفاظ غريبة، فاصبح من المعاني المصطلحات المطاطة. ده كله ليه؟ لان اللي حضرتك اشرت ليه، ولا انا هقول الموقف اللي فيه العلاج مش موجود. تخيل كده ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا احنا عارفين ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نبي، لكن كان بيقوم باعمال، كان هو حاكم، كان هو قاضي، كان هو قائد الجيش، كان هو كل حاجه في الوقت ده، لانه بيرسي دعائم الدوله. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم كان يسير في طريق مع الصحابه، ده موكب النبي صلى الله عليه وسلم، فمع الصحابه فوجد طفلا صغيرا يبكي. ايه رايك في المشهد؟ مشهد عادي، مشهد عادي جدا. نعم، ممكن اي حد غير سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يخلص الموضوع ده. فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، اوقف موكبه مع كبار الصحابه، اوقف الموكب بتاعه ودخل على الصحابي، ما يبكيك؟ ايه اللي حصل؟ ان الولد ده الصغير ده ابوه مات. قد يكون اقصى ما يحتاجه الاطفال وجود من ينصح، مش وجود اكل وشرب ومامه ومصاريف وفسح خالص. وده غايب في كتير من البيوت، كتير من البيوت فيها اكل كتير، شرب كتير، انترنت بسرعه كويسه، وموبايلات كتير، والعاب الكترونيه كتير اللي الاولاد بيسهروا عليها، مفيش حد بينصح. لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اوقف الموكب ووقف جنب الولد، مالك يا ابني؟ الولد طفل صغير ابوه مات. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يلاطفه ويلاعبه حتى هدأ وسكن ودعك. تخيل طفل وجد هذا الرفق وهذه الرقة من رسول الله، وفي يوم من الأيام هيفتكر ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قطع مسيرته عشان يقعد معاه خلاص. وكل الطفل ده كان اسمه عمير، كل النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه يقول له كيف حالك يا عمير. في يوم من الأيام لقى عمير جاب لعبة، عمير لقى لعبة، لقى طائر جريح فدواه وابتدى يلعب بيه. عمير بيلعب بالطائر، خلاص دور النبي انتهى عن حد كده؟ لا، ما انتهاش، لابد من المتابعة. الأهم من الفعل استمرارية الفعل. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو ماشي في الطريق لقى عمير مع الطائر، فبيسأله كيف حالك يا عمير؟ قال بخير يا رسول الله. إيه اللي في ايدك؟ طائر ألعب به. أسميته؟ قال نعم سميته. قال ما سميته؟ قال سميته النغير. سيدنا النبي بيسأله عن اللعبة بتاعته، فالولد اتعلق باللعبة فابتدى يلعب، طفل قلبه أخضر اتعلق بطائر كل شوية يلعب بيه، فمات النغير. أحسن حاجة عنده في الدنيا بعد أبوه اللي مات الطائر. فمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فواساه في الطائر، يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يطبطب على الطفل عشان الطائر، وعارف إن في آثار نفسية سلبية في قلب عمير، فكل ما يمر عليه يقول له يا عمير ما فعل النغير؟ إزيك؟ عامل إيه؟ فاكر النغير؟ أنت لسه فاكر؟ هو ده الكلام، هو ده الرفق اللي بنتكلم عليه، مش رفق الاكل والشرب بس. حلو الناس ان الناس تعمل اطعام وتعمل شنط رمضان وتعمل خير وتعمل صدقات، لكن التوجيه المجتمعي، وده اللي بنتكلم فيه. لا نريد ان نربي ابناء في بيوت لا يصلحون للمجتمع. صح. واريد ان اقول انه من الرفق اننا لا نضمن مستقبل افضل لابنائنا فقط، ولكن علينا أن نرفق بأبنائنا فنربي أبناء أفضل لمستقبلهم. أنا هفرح إن عندي عربية وفيلا وشقة، ويا رب وسع الناس كلها، واحد مش مؤتمن، واحد بيضيع. ولذلك عمر بن عبد العزيز لما كان على فراش الموت قالوا يا أمير المؤمنين أوصي لأبنائك. كان من خصائص أمير المؤمنين أنه ممكن يوصي لأبنائه بشيء من بيت مال المسلمين، فقال لا أوصي له، إن كانوا صلحاء فإن وليهم الله الذي يتولى، الذي نزل كتابه ويتولى الصالحين، وإن كانوا غير ذلك فلا أترك لهم مالا يتبلغون به على معصية الله. بعد مدة من الزمن كل ابن من أبناء عمر بن عبد العزيز كان يجهز جيشا من جيوش المسلمين. صحيح، يعني هو ده الرفق، المعنى الحقيقي للرفق. من الرفق ايضا الرفق في العقاب. معانا وقت ولا انهينا؟ معانا وقت، بس انا عاوز اشير لحاجه مهمه جدا. نعم.
ونشرك معانا فضيلة الشيخ عبد الخالق وأكلم. وهنا أنا بخاطب لو تسمح لي. طبعا. أنا هنا بخاطب إمام مسجد وخطيب متميز جدا، وبخاطب كمان في ضيف الكريم فضيلة الشيخ إسلام النووي عضو إدارة الفتوى وبحوث الدعوة في لقاء آخر تحدثنا فيه عن العفو، وكان هذا اللقاء في نسبة مشاهدة عالية كبيرة جدا، وكان السبب في نسبة المشاهدة دي هو الأسلوب، فأنتم تتمتع بأسلوب رائع جدا وإلقاء جيد جدا وتوصيل الفكرة بشكل مصري شعبي رائع جدا. وده ياخدني لسؤال لضيفي الكريم فضيلة الشيخ عبد الخالق صلاح عبد الحفيظ من علماء وزارة الأوقاف، والسؤال متعلق بالرفق في تعليم الناس أمور دينهم. أولا كرة مع حضرتك. أولا الرفق في تعليم الناس في أمور دينهم نجده في قصة الرجل الذي عطس أو تبول، يعني حاجتين، الموقفين دي منفصلين. سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى هو والصحابة رجل يتبول في المسجد، ذهب إليه الصحابة عشان نتعلم إزاي كيف نعلم ونرسخ اللي احنا بنقول عليه اللي هو غرس صفة اللين والرفق. الصحابة هاجوا عليه، سيدنا النبي برفقه قال إيه؟ قال لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بولته. طيب سيدنا النبي بعد ما خلاص سب الموضوع وأنهى حاجته، قال له إنها مثل هذه الأماكن لا يصلح فيها مثل ذلك، إنما هي التسبيح والذكر والتهليل. شفت الغرس العقيدة، غرس صفة الرفق واللين دي من الصفات التي هي أرسل من أجلها صلى الله عليه وآله وسلم. وموقف تاني، واحد جي قال له أريد أن أزني يا رسول الله، الصحابة إزاي وهكذا، فقال له أترضى، إلى آخر هذا الموقف الجميل. وأنا بدعو الدعاء أن يتمثلوا وأن يكونوا للناس غرسا للين ليس درسا. الدرس أنا قلت قبل ذلك إن إحنا كلنا بنجيد الكلام، نعم. بنجيد ألوان الكلام الواحد، بس أين هذا الكلام وألوانه ومن التطبيق العملي في حياتنا؟ المفروض أساسا الإنسان يكون مصدر للرفق، نور للرفق، حتى الناس لما يشوفوه يقولوا فلان ده هو، إحنا نخليه قدوة لينا. صحيح. يعني ومثل هذا الداعي يكون دعوة لله ودعوة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحاله قبل قاله. إذا كان حاله هكذا فقاله سيكون مطبقا لحاله، وهكذا دائما وأبدا. مواقف كثيرة جدا في الحياة المفروض أساسا إحنا يعني زملائي الدعاء والاجتماعيين وعلماء النفس لابد أن يتمثلوا مثل هذه الأشياء، بأن يكونوا غراس لصفة اللين والرفق، غراس لصفة العفو، غراس لصفة الحلم، غراس لصفة الرحمة، غراس هكذا كل هذه الصفات. ويعني بدعوهم وأدعو نفسي أولا قبلهم بأن نكون رحماء رفقاء بالناس. أشكرك على هذا الطرح، وأعود مرة أخرى بنفس السؤال لضيفي العزيز فضيلة الشيخ إسلام النووي. عندما تذهب إلى القليوبية فتجد كل الناس تقول مع حفظ الألقاب إسلام النووي صاحب رؤية وخطاب ديني متوازن ولديه أفكار تواكب العصر ويجمع بين اللغة العربية الفصحى بطلاقة وبين ما يحدث في الشارع المصري، وهناك لغة فيها موائمة لهذا العصر. وده ياخدني نفس السؤال أستاذ إسلام، الرفق في تعليم الناس أمور دينهم، ونحن نتحدث عن الرفق فنحن نتحدث عن خطاب، نعم. حدث عن أئمة كما أشار ضيفي العزيز
فضيلة الشيخ عبد الخالق، عاوز أتحدث في هذا الموضوع لو تكرمت. طيب أنا أشكرك وأشكر ثناءك وأسأل الله تبارك وتعالى أن أكون يعني عند حسن ظنك وعند حسن ظن السادة المستمعين. إحنا لما بنتكلم عن أنماط الدعوة أو أساليب الدعوة، هو مش كل أساليب الدعوة كلها رفق، يعني لابد أن يصل الكلام للناس. ما حدث مثلا كما أشار زميلي العزيز الشيخ عبد الخالق لموقف النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل الذي تبول في المسجد، فهو أكيد النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا الرجل فيه من البداوة ما يجعله يجهل أن هذا مسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم اداله الأسلوب اللي يناسبه. بعض الناس لما بيجوا يسألون أسئلة، يعني خلينا نتكلم بقى معاك، بعض الناس لما بيجوا يسألون أسئلة بيتخيل هو لما يجي يسأل الشيخ عايز الشيخ يحلل له الحرام، أو في واحد تاني لما تلاقيه الشيخ ميسر يقول لك ده الشيخ ده لا ده سهل. عندنا أزمة في فترة التسعينات وما قبلها، حاجة اسمها اختطاف الخطاب الدعوي، حصر الناس في جزء معين من أنماط الدعوة، هو ثوب معين، اللحية، ولازم نحط المسك اللي هو الزيت خام ده علشان نبقى احنا كده متدينين وحلوين يعني. في الوقت اللي كان الناس بيتكلموا فيه، يعني اوروبا كانت بتتكلم مثلا عن الفضاء وغزو الفضاء، كان عندنا فريق كده بيتكلم ان افضل الاعمال بيع المسبحة والسواك والعطر ده داخل المسجد، فحصروا الناس جوه المسجد وما خرجوهمش بره المسجد. بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى من علينا بان احنا خلاص تحرير الخطاب الدعوي، وده دور وزاره الاوقاف ايضا. عايز اقول بس الجمله دي لان مهمه جدا، تحرير الخطاب الدعوي وليس تمييع الخطاب الدعوي كما يزعم البعض. فابتدينا نتناقش مع الناس في موضوعات، ابتدوا يلاقوا شيخ مثلا قاعد على النت بيتكلم معاهم عادي، في شيخ بيتكلم على النت وفي شيخ بيلبس زي الناس وفي شيخ بيتكلم زي الناس. ده ليس فضل منا وليس ميزة عن غيرنا، ولكن كان في فترة من الفترات الخطاب الدعوة حرفيا مختطف، ومن هنا نشأت بذرة الإرهاب. ودايما بنقول ان اللي بيشيل سلاح هو عارف انه بيشيل سلاح وبيقتل، ممكن يقتل واحد يقتل اثنين يقتل ثلاثة، لكن اللي بيشيل كلمة والناس بتحطه في مقام الكلمة بيقتل الأمة بيقتل المجتمع بيقتل البشرية. من الموضوعات يعني اللي بتقتل يعني او بتقتل الناس، مثلا يعني فتاوى البنوك في فترة التسعينات كانت الفتاوى عن غير درس، يعني الناس بتفتي وتقول حرام مثلا عن غير دراسة، ما كانش عندهم مثلا دراية بالفرق بين الإخراج والتمويل مثلا، الفرق بين وجود سلعة وعدم وجود سلعة، حاجات كتير قوي. مع تدرج الزمن مع تحرير الخطاب الدعوي لا بقى في ناس بتتكلم أحسن مننا بكتير، لكن خليني أأكد تاني إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في رفقه يفرق بين نوعية الشخص. معانا وقت أقول لك موقف بسيط ولا تفضل. في موقف بسيط يعني في موقف حصل مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يطير فيه رقاب، يعني حرفيا الموقف ده يطير في رقاب. واحد دخل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في وقت غزوة وخلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قاعد، ومسك النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى ثوبه وظل يجذب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة قاعدين، وسيدنا عمر بن الخطاب كان بيغير قوي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبالفعل استل سيفه عشان يقتل الرجل، وده حقه، ده اقتحم مجلس النبوة، ده كسر كل البروتوكولات والأعراف الدبلوماسية والسياسية. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أشار للصحابة أن يجلسوا، اقعدوا وعينوا على سيدنا عمر لأنه عارف أن سيدنا عمر مش هيسكت، أن يجلسوا. فجلسوا، فخال الراجل جوه في الغرفة بتاعته وقال له ماذا تريد؟ قال أعطيني من المال. شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم لسه حميه، فيقول له أعطيني من المال فإنه ليس مالك ولا مال أبيك. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يديه، يقول له رضيت؟ يقول له لا أعطيني، فيرضيه. لو واحد تاني ما كانش سيدنا النبي عمل كده. سيدنا النبي عمل ده ليه؟ لان ده راجل بدوي يجهل اعراف البروتوكولات التقاليد، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رفق به. لكن في المقابل كان في ناس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاقبه، يعني من الرفق النقيض بقى. في يوم من الايام سيدنا صلى الله عليه وسلم جالس بجوار سيدنا ابو بكر، فدخل راجل على سيدنا النبي سلام عليكم وراح شتم سيدنا ابو بكر، سلم على سيدنا النبي وشتم سيدنا ابو بكر، فسيدنا ابو بكر سكت. فبعد شويه شتم سيدنا ابو بكر ثاني، فسيدنا ابو بكر سكت. فبعد شوية سيدنا أبو بكر ثالث، فسيدنا أبو بكر بشر فرد عليه شيء من سبه، يعني ما ردش عليه، يعني ما ادالوش بقى يعني جزء صغير. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قام، ما استخدمش هنا الرفق مع سيدنا أبو بكر، يعني ده أبو بكر. فقال لما قمت يا رسول الله؟ قال لما كنت صامتا قيد الله لك ملكا يرد عنك.
لكن لما تكلمت وقع الشيطان بينكم وانا لا اجلس في مكان فيه الشيطان. النمط الدعوي والاسلوب الدعوي ده محتاج الداعية او الشيخ او القس او المجتمعي عامل زي اللي ماشي على حبل. برافو. لازم يعمل توازن، سواء هو هيميل شويه، يعني هو اللي هيميل بس يحافظ على الحبل. جمهورك هو الحبل، الحبل ده لين جدا، جمهورك هو ثروتك، والحبل ده خطره فيها قوي. لو الجمهور شده لازم انت ترخيه حتى لو على حساب مصلحتك، لان لو الحبل اتقطع انت الخسران. ولو الجمهور رخاه لابد ان انت تشده شويه. هي مرونة الداعية مع ثقافته، مع انفتاحه على الناس، مع معاصرته لحال الناس، ده امر مهم جدا. انا بشكرك شكرا جزيلا، بشكر حضراتكم، بشكر ضيوفنا الكرام. بداية بشكر فضيلة الشيخ اسلام النواوي عضو ادارة الفتوى وبحوث الدعوة، شكرا جزيلا وشرفت بلقاء حضرتك يا فندم. بشكر ضيفي الكريم فضيلة الشيخ عبد الخالق صلاح عبد الحفيظ من علماء وزارة الاوقاف، بشكر جزيلا فندم، كل الشكر والاحترام لحضرتك، كل الشكر والاحترام لحضراتكم، كل التحية والتقدير لحضراتكم. وحلقة مهمة جدا وليلة مهمة جدا من ملتقى الفكر الاسلامي. هذه الليلة كانت بتحمل عنوان الرفق، فالاسلام دين الرفق والرحمة. جاءتكم هذه الليلة من قبل ملتقى الفكر الإسلامي الذي يتم إقامته برعاية كريمة من وزارة الأوقاف والهيئة الوطنية للإعلام. غدا حلقة جديدة وليلة جديدة، دائما أقول نشتم منها رائحة رمضان مع زميل جديد وعنوان جديد في ملتقى الفكر الإسلامي. فإلى اللقاء.